انا كنت نفسي ابقى طيار الصراحه، بحب الطيران جدا، ابقى كابتن كده طيار. التنظيم، انا احب النظام قوي والالتزام، واحب كل حاجه تبقى في مكانها. اتمنى اخدها في تربيه الواد ابن الزمالكاوي. اكتر متعه في حياتي بعد الكوره ان انا اكون لعيب كوره، ان انا العب مع اولادي الحقيقه. يا المزيكا يا القرايه.